النهاردة تاني يوم في العام الدراسي الجديد، بعض المدرسين وبعض المعلمين في بعض المدارس قاموا بعمل إضرابات واعتصامات داخل المدارس لأن ليهم بعض الطلبات زي موضوع الكادر وزي الحد الأدنى للأجور. أولا أسألك بالنسبة لمدرستكم هنا، هل في أي إضرابات أو اعتصامات، وإيه أهم طلباتكم للعام الدراسي الجديد؟ والله هو يوم 10/9 ده كان في إضراب، طبعا كان أجازة، ففي مجموعة راحت، مش كله، في مجموعة من المدرسة راحت عملت إضراب، لكن من بداية الدراسة كله انتظم على أمل ان الكلام اللي بيتقال في الجرايد يتحقق. يعني عندنا امل كبير في الكلام اللي بيتقال عن المعاشات وتحسين وضع المعلم والاجور والكلام ده والطلبه والوضع الاجتماعي والوضع المالي، عندنا امل كبير انه يتحسن. طب يعني راي حضرتك بالنسبه لعام دراسي جديد، البعض بيطالب برفع الحد الادنى للاجور بعد ما كان 1200، البعض بيطلب ب 3000، راي حضرتك في المواضيع دي، وهل البلد تستحمل ان دلوقتي يبقى الحد الادنى يبقى 3000 بالنسبه للمعلم؟ والله على ما اسمع ان في محكمه، حكم محكمه بحد ادنى الاجور 1200 جنيه، ده ما اتطبقش. انا راجل في التربيه والتعليم، تعيين 1/9/84، استلمت عملي 10/1/85، يعني ليا 27 سنه في التربيه والتعليم، مرتبه ما حصلش 1600 جنيه. بياخدهم النهارده عيل بيشتغل على الميكروباص، بينادي على الميكروباص، بيكسب اكتر من 2. ومطلوب مني بقى نلبس واذاكر واطلع واجي المدرسه بتاعتي في مواصله كويسه مريحه، واجي عشان اقدر اوصل معلومه، فين بقى فين اقدر اعمل ده امتى وازاي. لما بطلع مدرستي بجري على شغل تاني عشان اقدر اكفي بيتي، ومعظم المدرسين كل المدرسين كده. طب راي حضرتك ايه ان وزاره التربيه والتعليم بيتكلموا معلش على دروس خصوصيه، دروس خصوصيه شغاله في اماكن معينه، في اماكن معينه، تعليم عام، تعليم اعدادي، تعليم ابتدائي يا راجل شغال، تعليم فني ما فيهوش دروس، تعليم فني دروس بتاعته منتهيه، ما فيش فيه دروس خصوصيه. مدرس ده يعمل ايه؟ يعيش منين؟ مدرس العملي، مدرس الورشه، مدرس العملي ده اللي بيجي مدرسته ما فيش وراه غير مدرس ورشه، يدي ايه درس ورشه ايه؟ الدرس في العملي. بالنسبه ليكم انتوا كمدرسه صناعيه، ده مرتبه 700-800 جنيه، يروح بهم فين؟ مخلف له عيلين ثلاثه في التعليم، يروح بهم فين؟ ومطلوب من المعلم كمان ايه؟ انه لازم يلتزم واخلاق منين؟ تعال شوف الطلبه هنا، مش هنا بس، في مدارس صناعيه كتير جدا. الغش في اخر السنه اجباري، ولو ما غشوش يقتلك بره، يذبحك، مين يحميك؟ بالنسبه لراي حضرتك ايه بالنسبه لوزاره التربيه والتعليم، يعني حديث الساعه هو الكادر بالنسبه للمدرسين طبعا، فوزاره التربيه والتعليم اكدت مرارا وتكرارا ان في انتظار مرسوم من رئيس الجمهوريه ان الكادر يوصل البدل بتاعه 100%، يتم قبض 50% في شهر 10 وال 50% في شهر يناير. تعليقك ايه على الموضوع ده؟ الكلام ده اصلا كلام بيضحك مين عليه، ده كلام بيضحك مين عليه. 50% من اساس الراتب. انا الاساس بتاعي كام؟ اللي بقى لي 27 سنه ما حصلش 550 جنيه. 550 جنيه 50 منهم كام؟ 250 جنيه؟ 230 جنيه؟ بيعمل منهم استقطاعاته بتاعه في الصفصفه على كام؟ 225 جنيه. ادي اللي زدته. يعملوا ايه؟ ما يجيبوش 3 كيلو لحمه. يعني اللي زدته حق 3 كيلو لحمه. وهستنى للسنه الجايه لسه تاني لما اعمل تاني هيصه ومظاهرات ونعمل اضرابات عشان نزيد كمان 200 جنيه. يعني انت مع الاضرابات والاعتصامات، حضرتك مع الاضرابات والمعتصمات اللي بيقوموا بيها المدرسين مع بدايه العام الدراسي، ولا انت حضرتك ضد الفكره؟ الاضرابات والاعتصامات لو الوضع فضل كده، لو الوضع فضل كده وما اتحلش مشاكلنا. طب البعض بيعرف الاضراب، ادي مدرسه هي صناعيه، من اول يوم في الدراسه المدرسه شغاله، من اول يوم في الدراسه المدرسه شغاله بمدرسينا بطلبتها كلها شغاله على امل. يعني احنا قلنا نستكين مش نستنى، لا نستكين ونسلم دقوننا ونستنى، يمكن الحال يتعدل، بلاش اضرابات ومدارس شغاله. تمام. يعني استاذنك نتعرف بيك الاول يا فندم. هاني اسماعيل، مدرب سلسلة شبرا الميكانيكيه، وانا هتكلم بكل صراحه. لحد دلوقتي هم قالوا هتيجي ال 50% على شهر 10. يعني حضرتك عايز توصل رساله بالنسبه لموضوع الكادر عشان اعرف الساده المشاهدين، ايه الرساله اللي انت عايز توصلها بموضوع الكادر؟ اولا مفيش حاجه جت للمدارس على شهر 10 خالص عشان تطبق فيها حاجه. اولا ما جاتش حاجه للمدارس عشان تطبق على شهر 10 50%، دي حاجه. وثانيا ما جاتش ال 15% اساسا اللي نازله من شهر 7 للمدارس. مش ديوان الوزاره ياخد فلوس والمدرسين ما ياخدوش فلوس. يعني احنا عايزين نفهم، هل ديوان الوزاره مميز عن المعلمين؟ اذا كان المعلمين هم اللي بيشغلوا ديوان الوزاره، يبقى ليه التفرقه بين ديوان الوزاره والمعلمين؟ ويجي الوزير يهدد المعلمين ويعمل لهم اجرام ويعمل لهم عمليات ارهابيه للناس اللي بتعتصم او الناس اللي هتضرب.
احنا مع الاضراب، انا بقول لكم احنا مع الاضراب واحنا مع الناس المعتصمه، احنا مش هنختلف عنهم، لكن عايزين حقنا. احنا بنشتغل واحنا بنشتغل، مش هنقول مش هنشتغل، بس عايزين حقنا، لان بعد كده هتتطور تبقى مشكله اكبر. احنا بنضارب دلوقتي والناس بتضارب والناس بتتكلم، احنا عايزين حقنا. احنا ما بنقولش اكتر من كده، ناخد عهد من رئيس الجمهوريه ان تحسين حاله المعلم حتى سنه 2014، عهد من رئيس الجمهوريه، مش عايزين اكتر من كده. ان رئيس الجمهوريه يطلع يقول تحسين حاله المعلم ان شاء الله سنه 2014، احنا مش عايزين اكتر من كده، بس يبقى قرار من رئيس الجمهوريه بس. يعني اسال حضرتك الاول، نتعرف بحضرتك يا فندم. طارق سعيد، مدرس ميكانيكا مدرسة شبرا الميكانيكية. بسألك بالنسبة لطلباتكم في العام الدراسي الجديد، يعني البعض شايف ان بعض المدرسين في بعض المدارس قام بعمل اضرابات واعتصامات، يعني رأيك ايه في الموضوع ده، وهل بيأثر على العملية التعليمية ولا لا، وايه اهم طلباتكم؟ مش عايزين نقول ان المطالب المادية هي كل طلبات المعلم. احنا بنطلب طلبات مادية بس لتحسين اوضاع المعلمين وعملية تعليمية، عشان كل وسائل الاعلام بتقول ان احنا عايزين فلوس بس. احنا مش عايزين فلوس بس، احنا عايزين يبقى في تعليم جيد. التعليم الجيد ده هيعود على المدرسة وعلى الطالب وعلى ولي الامر وعلى المدرس، كله هيستفاد بيه. لكن حكايه ان احنا نختزل كل المواد دي كلها او كل الموضوع ده كله في ان المعلم هو عايز فلوس بس، لا، المعلم عايز حياه كريمه وعايز بيئه نظيفه وعايز مدرسه كويسه، عايز تعليم جيد للبلد دي. بيقولوا بقى في فساد بلد 30 سنه، عايزين نبدا نصلح، عايزين خطه نقول في اول سنه نعمل ايه، ثاني سنه نعمل ايه، ثالث سنه نعمل ايه، حاجه واضحه مش حاجه مبهمه، مش كله كلام زي نفس النظام السابق كله كلام بس. عايزين يبقى الدولة فيها خطة، الوزارة فيها خطة، يقول أول سنة هنعمل إيه، ثاني سنة نعمل إيه، ثالث سنة نعمل إيه. بالنسبة للحد الأدنى، المحكمة حددت الحد الأدنى 1200 جنيه، 1200 جنيه لمين؟ للمدرس ولا للفراش ولا الواحد عديم ما فيهوش مواحي خالص؟ ما ينفعش نسوي ده كله بعض بالمدرس، ونقول المدرس دوت يبقى المفروض يبقى أكبر قيمة في المجتمع كله. يبقى الفراش 1200 جنيه، يبقى المدرس 1200 جنيه زيه؟ لا، الحد الأدنى المعقول جدا دلوقتي للوضع المدرس هو 3000 جنيه. كويس؟ ومش عايزين حد اقصى للمعلم، عايزين يبقى المعلم ده فئه في المجتمع تساوي فئه القضاه. بنقول كان في منافسه في الرئاسه، الفريق احمد شفيق كان بيقول ان المعلمين دول هيوصلوا لدرجه ان هم يبقى زي القضاه. احنا عايزين حاجه اعلى من القضاه، عايزين يبقى مجتمع. العالم كله النهارده بيتكلم ان المعلم هو نمره واحد، هل احنا هنبقى نمره واحد ولا هنبقى صفر؟ البعض بيلوم على بعض المدرسين عمل اعتصامات واضرابات مع العام الدراسي، لان المدرس طبعا والطبيب ليه رساله، فمثل هذه الاضرابات قد تؤثر على العمليه التعليميه وعلى شكل المدرس امام الطلاب، يعني رايك ايه في هذه النقطه؟ ان كان المعلم ليه رساله والمجتمع ليه رساله، فما ينفعش واحد ينزل من البيت عشان مرتبه 500 جنيه ولا 1000 جنيه كويس، وبيته عايز مصاريف، بيته عايز التزامات، ونقدر نقول ان المدرس النهارده يوصل رساله عشان هو حاجه اساسيه في المجتمع. لازم المدرس ده يبقى مستريح ماديا ونفسيا عشان يقدر يوصل المعلومه كويس. ايه رايك في وزاره التربيه والتعليم اكدت ان خلال الفتره اللي جايه بدل الكادر هيبقى 100%، هيبقى 50% المدرسين هيقبضوهم شهر 10 و50% الاخر في شهر يناير، يعني تعليقك ايه على هذا الموضوع من وزاره التربيه والتعليم؟ ال 50% دي هتوصل لبعض المدرسين 100 جنيه 150 جنيه 200 جنيه، هل ده يتناسب مع الوقت اللي احنا عايشين فيه؟ ان كان في ناس بتقبض 500 او 400 الاساسي، الكلام ده الاعلام كله بيقول ان 100%، معظم الناس فاكره ان ال 100% ديت الوفات. ال 100% دي حد ادنى 100 جنيه وحد اقصى 500 جنيه. يعني مش حاجه النهارده في الوقت ده عشان نقول في عمليه تعليميه كويسه. احنا عايزين تعليم كويس، مش عايزين تعليم زي السنين اللي فاتت. عايزين يبقى المعلم نازل مستريح نفسيا، ونلهي على دروس خصوصيه. الفئه او الافه اللي بتدمر المجتمع دلوقتي هي دروس خصوصيه. كويس؟ لازم نشوف الحل للدروس الخصوصيه دي. الحل دوت يعني لازم يبقى فيه مرتب كويس يغني عن التعليم، يغني عن الدروس الخصوصيه في التعليم النهائي. كويس؟ المراكز الموجوده في الشارع لازم ينتهي، لازم يبقى التعليم داخل المدرسه فقط لا غير، ولازم يبقى فيه مدرس محترم كويس حاسس بذاته وحاسس بقيمته جوه المجتمع. يعني كنت حضرتك عايز تضيف نقطه ثانيه بخصوص الموضوع اللي احنا بنتكلم. يعني بقول لك المعلم صاحب رساله، والمعلم برضه صاحب عيال وصاحب مصالح. يعني انت شايف ان مثل هذه الاضرابات والاعتصامات في المدارس، هل دي بتاثر على شكل المعلم امام طلابه او شكل المعلم امام اولياء الامور، ولا ده طبيعي نظرا للمطالب ما بتتحققش من العام الماضي مثلا او من الفتره الماضيه؟ المعلم اطلاعه ومظهر، اطلاع يعني يقرا، يعني يبقى عنده وقت. المعلم بيطلع من المدرسه اللي ما بيديش درس بيجري على شغل، بيدور على اي شغل تاني يكفي بيته. هيطلع امتى؟ هيطلع امتى؟ لما مش مكفي بيته، مش مكفي عياله اكل وشرب، مظهره قدام الطلبه بتاعته ايه؟ المظهر ده
المظهر عليه عامل، عليه عامل كبير جدا بالنسبه للمعلم. نظره الطالب المعلم بمظهره بيقول ده معلم احترمه وده معلم ما احترموش. طب يعني اهم مطالبك بقى، يعني باختصار كده اهم مطالبك للعام الدراسي الجديد انت ليك بعض الطلبات كمان. الدوله بتيجي في المواسم والاعياد، العيد الكبير، العيد الصغير، مولد النبي، بتصرف لجميع الدوله، تصرف منح بيبقى اسمها نفحه ولا هبه ولا بتاع، الا المعلم. ليه؟ هو المعلم ده بيعيش زي الناس؟ موسم مدارس داخل يصرفوا شهر هنا وشهر هنا، المعلم ده ما عندوش عيال تروح مدارس؟ اشمعنى المعلم لا؟ كل الدوله يا راجل، ناس شغاله في البلديه بتصرف، اللي شغالين في البلديه بيصرفوا، اللي شغال في البلديه بيصرف له شهر 20 يوم 25 يوم في كل مناسبه الا المعلم. احنا مخلصين ملاحظه وتصحيح للدبلوم من شهر 6، احنا دخلنا في شهر 10، يعني هو دخلنا في نص 9 الثاني، ما خدناش فلوسنا لغايه دلوقتي. ال 15% اللي نزلت لغايه دلوقتي ما خدناهاش. اطلع راقب، اطلع راقب في اي مدرسه، انتحل شهر ونص شهرين واستنى الفلوس 5 شهور تيجي. النهارده لو عيل طالع ماموريه في شركه، ماموريه في شركه، بياخد فلوس هو طالع نسريات، يقول له خد دول نسريات عشان ماموريتك. يعني اتعرف بحضرتك يا فندم. فتحي عبد السميع، معلم اول في شبرا الميكانيكيه. طب يعني اسال حضرتك، مع بدايه العام الدراسي زاد بعض الاضرابات والاعتصامات لدى المعلمين نظرا لبعض المطالب زي الكادر وزي الحد الادنى للاجور، تعليقك ايه الاول على الاضرابات؟ وهل الاضرابات دي في محلها دلوقتي ولا الطبيعي ان احنا نصبر شويه لحد ما الدنيا تبدا تسير للامام يعني؟ الاضرابات دي حضرتك عمرها اكتر من سنتين دلوقتي، مش جديده، ومع الاسف المعلم متجاهل تماما من الدوله، مفيش حد حاول يتحاور مع المعلم ويشوف المطالب دي ايه. ومطالب المعلم ليست مطالب ماديه فقط كما يحاول يصورها المسؤولون والاعلام. طب ممكن توضح لنا ايه اهم المطالب اللي اي معلم في مصر محتاج المطالب دي؟ يعني ممكن توضح لنا كده ايه المطالب اللي اي معلم محتاجها؟ انا محتاج مطلبين اتنين بس، عدالة اجتماعية وتطوير تعليم حقيقي، مش التطوير المزعوم. تطوير تعليم حقيقي مش تدهور التعليم اللي حاصل على مستوى التعليم الفني اللي احنا بنعتبره ان هو القاعدة الاساسية للنهضة الصناعية في مصر. المدرسة الثانوية الصناعية كلها مفيش، كلها مفيش. حضرتك خش الاقسام جوه واتفرج، ما عنديش اي حاجة. انا عندي منهج سي ان سي، لا يطبق على ارض الواقع. ما فيش سي ان سي اللي هو التشغيل الماكينات بالكمبيوتر بالحاسب الالي، لا يطبق على ارض الواقع. لماذا لا يطبق يعني؟ انا عندي منهج المدرس ما بيعرفش يتكلم فيه كلمه، ما عنديش معلم مؤهل لا نظريا ولا عمليا. اللي موجود عندي في المدرسه ماكينه واحده على 300 طالب، ما حدش بيعرف يشغلها غير مدرس واحد، وموديل بتاعها انتهى من سنوات. هل توجهتوا لمديرية التربية والتعليم، لوزارة التربية والتعليم، حكيتوا مشاكلكم دي بالنسبة للتعليم الصناعي؟ لأن التعليم الصناعي مهم في تطوير الشباب، يعني هل ما فيش أي تواصل بينكم وبين المديرية أو بين وزارة التربية والتعليم في هذه المشاكل؟ لما نكون حضرتك إحنا قاعدين قدام مجلس الشعب، قدام رئاسة الوزراء 10 أيام، ما فيش واحد بيقول يا إخوانا أنتوا في إيه؟ ما فيش واحد بيقول إيه التطوير اللي أنتوا عايزينه؟ هتكون لمين؟ ويا ترى فين لجان المتابعه اللي بنتكلم عليها؟ فين لجان التطوير اللي المفروض تنزل المدارس وتدور وتشوف؟ فين المناهج اللي بتتعمل فوق مالهاش علاقه بارض الواقع تحت؟ ولا احنا عايزين معلم يجيب نجمه من السماء من غير حتى ما اوقفه على كرسي عشان يطولها؟ هجيبها منين؟ ايه اللي مطلوب مني حضرتك كمعلم؟ انا ما بقولش انا عايز الوفات، انا كل اللي بقوله انا محتاج اعيش عيشه كريمه عشان اتفرغ للطالب ده، عشان تركيزي كله لهذا الطالب. تيجي انت تقول لي دروس خصوصيه، تيجي تقول لي الموازنه ما فيهاش، اقول لحضرتك ان الموازنه اتصرف منها للشرطه، اتصرف منها للجيش، اتصرف منها لفئات كتير جدا. انا بقولش انا عايز ابقى زيهم، انا بقول انا مش عايز رفاهيه، انا عايز اعيش.